أهلا بكم يا أصدقائي في الفيديو رقم 30 من سلسلة تعليم الشطرنج للصغار المستوى المتقدم. في الفيديو ده هنشوف الجزء الأول من الدرس الخامس. الفيديو ده بيستغرق حوالي 20 دقيقة وبيحتوي على الجزء الأول من الدرس الخامس، وبيبدأ بمقدمة تعريف بالبرنامج مدتها دقيقة ونصف، يمكنك تجاوزها إذا كنت اطلعت عليها سابقاً، وممكن تتابع الأجزاء الأخرى من الدرس في فيديوهات أرقام 31 و32 و33. الدرس الخامس هنشوف فيه الأفخاخ في مرحلة الافتتاح، وهنشوف نهايات أدوار وزير ضد ملك. الجزء الأول هنشوف أسئلة للمراجعة على الدرس الرابع، وبعدين هنشوف الأفخاخ في الافتتاح، وهنشوف عليها 3 مباريات 26 و27 و28، وهنستكمل الدرس في الجزء الثاني والثالث والرابع فيديوهات 31 و32 و33. ودلوقتي تعال نشوف المقدمة. أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات سلسلة تعليم الشطرنج للصغار المستوى المتقدم. الفيديوهات دي من إعدادي أنا الدكتور عصام حمودة. الفيديوهات دي لمين؟ كل من بلغ عمره 8 سنين فأكتر يقدر إن هو يتابعها بنفسه ويتعلم منها، وكمان المدربين يقدروا يستعينوا بالمادة اللي فيها لتعليم الشطرنج للأطفال، سواء في المدارس أو في الأندية، أو حتى أولياء الأمور، حتى اللي ما يعرفوش قواعد اللعبة بيمكنهم متابعة الفيديو ونقل المعلومات اللي فيه إلى أبنائهم الصغار. إيه هو الغرض بالفيديوهات دي؟ بعد ما تعلمنا كتير من مبادئ الشطرنج في النصف الأول من المقرر اللي كان عبارة عن 12 فيديو، بنبدأ دلوقتي في المستوى المتقدم وبنتعلم التكتيك ومبادئ مرحلة الافتتاح ونهاية الدور، وبنكتسب وبننمي مهارات اللعب وطريقة التفكير في الشطرنج. إيه هو برنامج السلسلة دهيت؟ السلسلة دي بتتكون من 12 درس في الشطرنج، وكل درس بيتكون من مادة تعليمية، وبعدين بنشوف عليها تدريبات وتطبيقات، وكمان بنحلل أدوار شطرنج متنوعة. إيه طريقة عرض الفيديوهات؟ أنا خليت الفيديو حوالي 20 دقيقة علشان تركيز الأطفال يفضل مستمر، إنما الدرس بيبقى منقسم إلى حوالي من 3 إلى 6 فيديوهات. أقدر أشوف فين الفيديوهات دهيت؟ الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب في قناة اسمها قناة الشطرنج العربي. ممكن تخش على جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، أو ممكن تخش على لينك القناة مباشرة وأنا كاتبه قصادك. ودلوقتي تعال نشوف الفيديو. هنبدأ الدرس الخامس زي ما تعودنا بأسئلة للمراجعة على الدرس الرابع. والسؤال الأول بيقول إيه هو الفرق بين الافتتاح والجمبيت؟ وأنا هجاوب على السؤال ده باختصار. اللي عاوز يعرف بطريقة مفصلة ممكن يشوف الدروس السابقة. الافتتاح هو النقلات الأولى في الدور، وكل مجموعة من النقلات بين الأبيض وبين الأسود بتاخد اسم معين عشان نفرقها عن المجموعة الأخرى من النقلات. الجمبيت هو أحد الافتتاحات اللي فيه أحد اللاعبين بيضحي ببيدق أو حتى بقطعة صغيرة في النقلات الأولى في الدور علشان يقدر يسيطر على الوسط، أو إن هو يقدر يخرج القطع بتاعته أسرع من القطع بتاعة المنافس بتاعه. السؤال الثاني، ما معنى المصطلح زوجزفانج؟ وإحنا قلنا إن زوجزفانج معناها إن أحد اللاعبين له النقلة وهو ما بيتعرضش لأي تهديد، ولكن لو لعب أي نقلة بأي قطعة من قطعه هيتعرض لتهديد خطير، ويمكن يخسر قطعة أو حتى ممكن ياخد الشمات. يعني عدم لعبه للنقلة بيخليه في أمان، إنما لعبه للنقلة بيعرضه للخطر. أول موقف في المراجعة على الدرس السابق، الأبيض يلعب ويعطي كشمات في نقلة واحدة. الأبيض لعب بيشوب F7 كشمات. الفيل بيدي كش للملك على الوتر، والبيادق الأسود ما بتخليش الملك يجي في المربعات بتاعتها، والملك ما يقدرش يجي في الصف الرابع علشان الرخ، ولذلك بيشوب F7 كشمات. الموقف رقم 2،
الأبيض يلعب ويعطي كالشمات في نقلة واحدة. الأبيض هنا بينتهز فرصة إن الوزير والرخ مانعين الملك إن يجي في المربعات البيضة، وبيلعب كوين E5 كالشمات. الملك ما يقدرش يجي في العمود E عشان الوزير، وما يقدرش يطلع للصف الخامس علشان الوزير، وما يقدرش يمشي على الوتر، وما يقدرش ياخد الوزير عشان الملك حمي. يبقى كوين E5 كالشمات. الموقف رقم 3، الأبيض يلعب ويعطي كالشمات في نقلتين. هنا الأبيض بيحط في ذهنه الشكل بتاع رخين بيدوا كالشمات لملك أسود وحيد، وبيلعب كوين في F8 كش. الملك ما عندوش غير كينج في F8، يلعب أحد الرخين للصف الثامن روك D8 كشمات. الموقف الرابع والأخير في المراجعة، الأبيض يلعب ويعطي كشمات في نقلتين. هنا برضو الأبيض بيحط في ذهنه الشكل بتاع رخين بيدوا كشمات لملك أسود وحيد، وبيلعب روك B7. النقلة دي بتخلي الأسود في زوجزفانج. الأسود ما يقدرش يجي للعمود C علشان الرخ اللي في C1، وما يقدرش يطلع للصف السابع علشان الرخ اللي في B7. لو كان الأبيض عليه اللعب، الأبيض ما عندوش كشمات نقلة واحدة، لكن للأسف الأسود هو اللي عليه اللعب، ولازم هيروح للمربع الوحيد المتاح له E8، وده هيدي الفرصة للرخ التانية إن هي تنزل في الثامن وتدي كشمات للملك. ودلوقتي وصلنا لأول عنوان في الدرس الخامس، الأفخاخ في مرحلة الافتتاح. الأول نعرف إيه هو الفخ، والفخ دي نقلة خادعة بتبدو خطأ في مظهرها، وبتغريك بالتفوق المادي، ولكن وراها تهديدات خفية وبارعة. وفي نوعين من الأفخاخ، في الفخ السيء أو الفخ الفاسد، اللي هو الفخ اللي بيتضمن مقامرة خطيرة، يعني بدأ واحد بيلعب نقلة سيئة، لو اللي قصاده اكتشف النقلة دهيت ومنجرش وراء الإغراء اللي بتسببه النقلة ولعب بعقل، اللي عمل الفخ نفسه هو اللي هيعاني وهو اللي قد يخسر. الفخ الجيد اللي هو بنسميه الفخ العميق، ده ما بيتضمنش أي خطورة عليك. أنت بتلعب نقلة وبتغري خصمك بأن هو يجري وراء أحد المكاسب المادية، لكن لو اكتشف أن وراها فخ ولعب أحسن نقلة عنده، أنت برضو بتكون في نفس الموقف ومش هتتأثر. طيب إزاي تؤمن نفسك من الوقوع في الفخ؟ أولا أن أنت تتبع القواعد العامة في الافتتاح، اللي هو تطلع قطعك سريعا وتسيطر على الوسط، وبعدين تلعب بحذر وما تعتمدش على خطأ الخصم، قد يكون الخطأ ده مقصود منه فخ تقع فيه. ودلوقتي تعال نشوف بعض المباريات اللي فيها أفخاخ سواء سيئة أو جيدة. أول مباراة هيكون فيها فخ، وده هيكون فخ سيء، بين ليجال وسان بري في باريس 1787. يلا نشوف الدور. الدور ده هنشوف فيه أحد الأفخاخ السيئة أو الفاسدة، يعني لو اكتشفها الخصم هيبقى خسارة للي عمل الفخ، مش خسارة للاعب الآخر. بيلعب بالأبيض أحد اللاعبين الفرنسيين واسمه ليجال، وكان عنده 85 سنة، وليجال كان مدرب شطرنج وكان من أحد تلاميذه اللاعب العظيم فرانسوا فريدور، هو اللي اتعلم منه الشطرنج، وفريدور ده من اللاعبين العظماء في العالم. الأبيض ابتدى E4 E5 نايت F3 D6. الافتتاح ده اسمه افتتاح فريدور على اسم اللاعب العظيم فريدور، يعني الأستاذ الكبير بيلعب الافتتاح اللي عمله التلميذ بتاعه. بيشوب C4 نايت C6 نايت C3 بيشوب G4. لحد كده الأبيض والأسود لعبوا بطريقة جيدة. النقلة الأخيرة بيشوب G4 بتربط الحصان، يعني الحصان ده لو اتحرك الوزير ممكن يتاخد بالفيل. وهنا اللاعب الأبيض ليجال عمل خدعة، مسك الحصان وكأنه اكتشف ان هو لو الحصان اتحرك الوزير بتاعه هيروح، فحطه مكانه
اللاعب الاسود قال له لا انت لمست الحصان، وفي قاعدة تاتش موف اللي هي المس حرك، يبقى لازم تحرك الحصان حتى لو كنت هتخسر الوزير. فليجال عمل نفسه ان هو مضطر ولعب نايت في اي 5، وبسرعة اللاعب الاسود اخد الوزير الابيض. لو احنا وقفنا في الموقف ده، النقلة دي هي بتعمل فخ للاسود، انما الفخ ده فخ سيء. يعني دلوقتي لو الاسود لعب نايت تيكس اي 5، هيبقى الابيض ناقص قطعة وهيخسر الدور. لكن الاسود انخدع باللعبة بتاعت ليجال ولعب بيشوب تيكس دي 1، وبقى فرحان بالوزير. الابيض رد بيشوب تيكس اف 7 كش، كينج اي 7، نايت دي 5 كش مات. وده كان الفخ اللي كان عامله ليجال للاسود. وقلنا ليه ان هو فخ سيء؟ عشان لو كان الاسود قبل ما ياخد الوزير فكر شويه كان هياخد الحصان وكان هيكسب الدور، لكنه انخدع واخد الوزير القطعه الثمينه وما خدش باله ان ده كان فخ واخد كش مات في نقلتين. ودلوقتي تعال نشوف المباراه رقم 27 بين شيرون وجين لويز ليسين، واتلعبت سنة 1929. وهنا شيرون بيعمل فخ زي الفخ اللي شفناه الدور اللي فات، لكن بطريقة أفضل، وبيحوله من فخ سيء إلى فخ عميق وجيد. يلا نشوف الدور. في الدور ده الأبيض أندري شيرون بطل فرنسا، وبيلعب أكتر من دور مع أكتر من لاعب في نفس الوقت. الفخ اللي شفناه في الدور السابق هيحصل في الدور ده بس بعد تطويره. E4 E5 Knight F3 Knight C6 Bishop C4 D6 Knight C3 Bishop G4. ده الموقف اللي كان في الدور اللي فات، واللي هنا مسك فيه ليجال حصان بتاعه وأخد البيدق. إنما هنا الأبيض لعب H3، الأسود رد بيشوب H5، والنقلة دي نقلة سيئة. كان المفروض هنا الأسود يكمل ب بيشوب تيكس اف 3 كوين تيكس اف 3 نايت اف 6 والدور يمشي كالمعتاد، إنما هو هنا لعب بيشوب H5، وهنا لعب الأبيض نايت في اي 5. النقلة دي دلوقتي نقلة صحيحة. لو الأسود انتبه ورد الرد الصحيح نايت في اي 5، الأبيض بيلعب كوين في اتش 5 نايت في سي 4، كده الأسود كسبان قطعة، إنما الأبيض عنده إنه يستردها بكوين بي 5 كش. يرد الأسود مثلا سي 6، يلعب الأبيض كوين في سي 4، وكده الأبيض كسبان بيدق، يعني الفخ بتاعه أصفر عن بيدق لو الأسود اكتشف الفخ. الأسود هنا ما اكتشفش الفخ ولعب بيشوب في دي 1، وهنا وقع في الفخ. بيشوب تيكس اف 7 كش، كينج اي 7، نايت دي 5 كش مات. يبقى الفرق بين الدور ده والدور اللي فات ان الدور اللي فات لو كان الاسود اكتشف الفخ كان الابيض خسر، انما هنا لو كان اكتشف الفخ وما خدش الوزير كان هيبقى كسبان بيدق بس، انما ما كانش هيدي كش مات. يلا نشوف فخ مشهور تاني جديد. المباراة التالتة والاخيرة اللي فيها فخ في الافتتاح بين ميلوك وكوستيك، واتلعبت في كولن 1912. يلا نشوف الدور. هنشوف الدور ده فخ سيء عمله الأسود ووقع فيه الأبيض. الدور ابتدى E4 E5 Knight F3 Knight C6 Bishop C4، وهنا لعب الأسود Knight D4. النقلة دي هي من النقلات اللي هي مش أحسن نقلات، لكن الأسود كان قاصد إن هو يلعب، والأبيض وجد هنا إن الأسود سايب البيدق بتاع الـ E5 بدون حماية فأخده.
نايت في E5. كان المفروض الأبيض هنا يلعب نقلات زي D3 أو مثلا نايت في D4 أو مثلا C3، وفي كل الأحوال الأبيض هيبقى أفضل من الأسود. إنما هو لقى البيضة من دون حماية فلعب نايت في E5، والنقلة دي هي النقلة السيئة اللي وقع فيها الأبيض باللعبة السيئة اللي لعبها الأسود. لعب هنا الأسود كوين G5، نقلة جيدة. دلوقتي الأسود عاوز الحصان وعاوز البيضة بتاع G2. الأبيض لقى نفسه ممكن ياخد كمان بيضة اللي هو في F7، نايت في F7، وهنا يبقى وقع في الفخ كله. الأبيض لما لعب نايت في F7 مش بس أخد بيضة، لأ ده بيهدد الوزير والرخ في نفس الوقت، ولازم يكسب مكسب مادي منهم. لعب الأسود كوين في G2، ودلوقتي الأسود عاوز الرخ، إنما الأبيض مطمن عشان الرخ الأسود ده مش هيقدر يدافع عنه، فلعب رخ F1، وهنا لعب الأسود كوين في E4 كش. ودلوقتي الأبيض مجبر إن هو يلعب كوين E2 ويخسر الوزير بتاعه، إنما على أي حال مش هياخد كش مات، إنما هو لحد دلوقتي شايف إن هياخد الرخ ومش واخد باله من اللعب بتاع الأسود، فكمل بيشوب E2 بيغطي الكش، فلعب الأسود نايت F3 كش مات. ودلوقتي الفيل ما قدرش ياخد الحصان علشان مربوط على الملك. الدور ده هوت شفنا نقلة سيئة من الأسود اللي هي نايت D5، ولكن الأبيض اتغر فيها وأخد بيدق، والبيدق ده كان بيدق مسموم، فهنا وقع في الفخ اللي كان عامله الأسود.